الساده والسيدات ممثلي الجهه الشرقيه في المؤسسات المنتخبه، السيد رئيس الجامعه، السيد والصديق مدير وكاله تنميه الاقاليم الشرقيه، السيد ممثلي اكسبرتيز فرانس، الساده والسيدات ممثلي جمعيات مغاربه الخارج، السادة والسيدات ممثلي القطاعات الإدارية للجهة الشرقية، الحضور كامل. بغيت نقول في البداية شي سعيد، وعلاش؟ كنقدر بحالكم، لأن في هذه المنطقة جوج مسؤولين كانوا أصدقائي لما يكونوا في هذه المنطقة. فإذا يمكن نقول لك لا السيد الوالي، ولا السيد العامل، ولا السيد رئيس الجهة، ولا السير باقي، هادو اصدقاء ما يكونوا مسؤولين. اذا يمكن نقول الجاليه ومغاربه الخليج يدنا طويله في هذه المنطقه، بلا ما ندوزو من القنوات الاداريه فعندنا اطر مسؤوله، ولكن كما تقول الاطر جلهم كانوا مناضلين في قطاعاتهم الاساسيه. بغيت نقول لكم اللي حكيت الثقه الغاليه ديال صاحب الجلاله، هذا اول لقاء كنحضر فيه كمسؤول على هذا القطاع. أول لقاء لأن مجموعة من المسؤولين وتحملت المسؤولية قالوا لي البرنامج اللي كاين، وكما كتعرفوا أي وزير الخرجة الأولى خصو يتمعى فين يخرج كي غادي يمشي. بالفعل نقول لكم بالصدق، واللي كيعرفني تلقائي في هذه اللحظات هو أنني ما فكرتش دقيقة باش نجي لهذا المنتهى، نظرا لأهمية المنطقة الشرقية، الأهمية الجيوستراتيجية كتعرفوها، التحولات اللي عرفت المنطقة منذ وصول صاحب الجلالة دار 19 زيارة اللي هو استثناء في تاريخ السلاطين ديال المغرب، وهذه القضية ديما خصنا نستحضروها، وكذلك رغبة المسؤولين هنا باش أن هذه تولي واحد البلاتفورم ما بين الخارج وما بين المغرب. بالفعل المغرب الشرقية تحول الآن إلى وقعت تغييرات جيو إقليمية يكون بلاتفورم حقيقي وعنده كاع الامكانيات. بغيت نشكر الناس اللي نظموا هذا المنتخب، لا السيد رئيس الجهه ولا الفعاليات اللي كتشتغل في مجال مغاربه الخليج، واختاروا واحد الموضوع مهم. انا متفق مع الاطروحه اللي كتقول المغاربه ديال الخليج كنشوفوا الناس اللي كيدوزوا العطله وكيصيفطوا لنا الفلوس صافي، ولكن كنساو وقعت تحولات كبيره في بنية الهجرة. الآن دابا عندنا أطر من معيار التعقيد، عندنا صناع قرار، عندنا ناس مساهمين عن طريق القيمة المضافة في الإنتاج في بلاد الاستقبال، عندنا إشكالات أخرى، لكن ما ننساوش أن وقع تحول كبير. وصل الوقت وأنتم كتشكركم السباقين في الجهة أنكم استوعبتوا هذا التحول، وبغينا كبلد قصري نستافدوا من غابة اللي نجحوا واللي بالفعل عندهم مواقع متميزة في بلدان المغرب. إذا نحن غنحرصوا باش نكونوا واحد القناة تواصل دائم ما بين هاد الكفاءات، ما بين هاد الإمكانيات الاستثنائية. وتنقول الكفاءات ماشي الدرجة الأولى الدبلوم، هي الخبرة، هي الممارسة، هي المصداقية، هي النجاح. وفي نفس الوقت هم نتوما جزء اللي كتخليونا نعرفوا مشاكل عند مغاربة الآخرين اللي عايشين في بلدكم الهجرة. ما نحتاجش نقول لكم الأهمية الاستثنائية اللي كيعطيها سيدنا الله ينصر المغاربة العام، ما نحتاجش نقولها، أنتم كتعرفوا بين الاختيارات الاستراتيجية الأولوية الأساسية عن صاحب الجلالة المغاربة العام. يمكن نقول لكم هذا القطاع غادي يعرف راكم تجارب كبيرة مع الوزراء السابقين، وانا وصلنا لهذا العدد الضعيف محدود، وجدت قطاع مهم، وجدت تراكمات ايجابيه، وغادي نفعلوا التراكمات وغنطلوها وغنبحثوا على تراكمات اخرى. اذا الان يمكن نقولوا بالصدق اننا امام قطاع هيكل قادر يستجمع على جزء كبير من تعقيدات مغاربه العالم، وقادر كذلك يواكب التحولات ديالهم. كنتوا حاضرين كذلك، وهذا فقط تذكير، في الانحراف اللي عاش المغرب ابان الربيع العربي، وبالنتائج الانحراف والنقاش كنتم ساهمين فيه، وانكم كنتم متشبتين
باستقرار المغرب، وهذا أساسي. إذن لعبت دور وطن استثنائي في لحظات صعبة. وكذلك حاضرين ثم في دستور 2011 بقوة. إذن هذا الحضور احنا مطالبين جميع باش نفعلوه في آليات، لأنكم أنتم جزء أساسي من المؤسسات في المغرب، وجزء أساسي من صناعة القرارات اللي كتهمكم واللي كتهم سير المؤسسات في المغرب. الوزارة بطبيعة الحال خلق شراكات متعددة، اللي جزء منها مثل هذا المنتدى، لكن احنا واعيين بأن تنزيل أي استراتيجية أي شراكة غادي يطلب مجهود متبادل. مش هذا الوقت اللي كيجي المواطن متشكع على الإدارة، حتى حنا غنتشكاو عليه، غنتشكاو عليكم باش نقولكم ودي مايمكنش تقصوا في المسؤولية مسؤوليتكم فيما يخص الاستثمار. منطقة المغرب الشرقي يمكن تحدث عليها، أنا جيت فيها في مراحل، جيت فيها في مرحلة الصراع السياسي، كانت منطقة عادية بإمكانيات شبه متواضعة. غبت على واحد المدة طويلة ملي رجعت وجيت عند السيد الوالي فوجئت. واش داني كنعرف البطولات، واش داني كنعرف المغرب الشرقي قبل بهاد المراحل وقبل وصول صاحب الجلالة تبدلت عليها بشكل كبير. وصلت خارج المسؤولية، خارج المسؤولية، باش يمكن نقول خطابي بفعل نابع من واحد المعاينة ميدانية. بالضبط المنطقة الصناعية فيها معايير دولية، وأنتم أدرى لأنكم عايشين في الخارج، فيها معايير كونية، فيها ضوابط كونية، بالفعل ما يمكن الإنسان إلا يفتخر بها. هذا إنجاز كبير، هذا إنجاز استراتيجي، هذا إنجاز مهم. ملي كنشوفوا المشاريع اللي طرقت فيما يخص الصناعة الفلاحية في منطقة بركان، هذا تحضير للمستقبل باش المغرب يكون حاضر ويقدر ينافس كل القطاعات الاستراتيجية. حنا في حاجة لكم، المغرب في حاجة لكم في هذه المجالات. ملي كنشوف منطقة سلوان الصناعية تتفاجئ كذلك المعايير الدولية. إذا المغرب مش كيحضر من خلال هذه المنجزات، كيحضر في الدار. إلا إخواننا هداهم الله وقعلهم تحول نوعي، غادي يكون هذه المنطقة هي بوابة ديال الاستثمار الكبرى وديال الإنتاج القيمة المضافة اللي يمكن تنافس أوروبا. هذا هو الإهم. محظوظين لأنكم عندكم جامعة قوية اللي خلقات تحول نوعي في الجدار، خلقات أطر، خلقات أطر كفاءات عالية كاينة في المغرب كامل بلا استثناء وباقا محافظة. إذا تحول في البنيات الصناعية، تحول في التعقيم البشري، تحول في المكونات الكبرى الاستراتيجية، هنا المنطقة الشرقية غيكون عندها مستقبل كبير رغم تعقيدات جيوإقليمية، رغم التعقيدات اللي كنكدو عليها، لكن هنا غنقولو دوركم نتوما، دوركم نتوما أساس، لأنكم نتوما القناة القنطرة مع ما يتم في الخارج. المغرب تقدم في قطاعات أساسية، نسبة متوسطة في قطاعات أخرى، وباقي تأخر في قطاعات. إذا المطالبين باش نتعلموا ما معنى الاستثمار ديال المغاربة الخارج. أولا نتوما كتشكلوا 30% من مغاربة العالم، 30% من المنطقة الشرقية، هذا رقم عنده تكلفة، عنده وزنه، عنده أساس. ومن تنقول المنطقة الشرقية اسمحوا لي غادي نفتح هذا القوس، ماشي فقط الناس اللي كيسكنوا هما اللي بالأسطول الشرقية، لا غادي نجيبوا حتى الناس اللي مبني بلاد زيدان المنطقة، باش نسكنوا المنطقة الشرقية، لأن عندكم إهلاك نتوما اللي ما كايناش مناطق أخرى أو باقي ما وصلت لها. فإذا نظركم وتحسيس إخواننا في الخارج بأن المنطقة الشرقية فيها مؤهلات، وبالتالي أنتم اللي من أصول المنطقة الشرقية غتكونوا كذلك تحفز ناس آخرين باش يجيبوا الأسماء. الأسماء ماشي فقط هما الفلوس، الأسماء ماشي الفلوس. كنقول لكم كبنكي سابق، الفلوس ثانوية في المشروع، دراسة في المشروع، جدول المشروع، تعطيل المشروع، فاعلين في المشروع، عاد كيجي الإمكانيات المالية. المغرب عنده إمكانيات مالية، عنده إمكانيات استثمارية، ما ينقصنا هو جودة المشروع وشكون اللي يمر المشروع. فلذلك حنا في الاستثمار راه نشاطكم، كما أشرت أستاذة فريدة محا صديقة العزيزة بأنه اشتغلنا وجدت واحد المشروع كبير في الوزارة، اشتغلنا مع الكونفدرالية العامة لأرباب العمل. في الأيام القريبة القادمة غتكون واحد البوابة عند الوزارة وعند البطل، أي واحد
qui va cliquer de l'extérieur, il y a un maximum d'informations. على الاستثمار يمكن شي بعيد وغنوضعوا الاشارات البوابه اوتور اللي غيكذب يتفاعل في اللحظه مع اي سؤال مع اي مقابله غنمشيو بعيد وكنطمحوا نكونوا الوسطاء الايجابيين بين المستثمر طبيعه العالم وما بين كل جهات اداريه اطار المركبه هذه غتكون واحد الثوره نوعيه وغتكون واحد القفزه اللي يمكن غدا تسمح لنا باش انكم اولا الاستثمار يكون منتج وفي نفس الوقت نتجاوز الصعوبات اللي كاينه عينا من المغربي كيجي للصيف وكيدوز الشهر في الاداره باش يتشكى صافي باسطه صافي حسن هادشي اذا حسن المواكبه حسن المتابعه ديالنا والتفاعل ديالكم غيخلينا نتجنبوا كل المشاكل اللي يمكن تخلق الضغط غتبقى مشاكل ولكن يمكنها تكون تنوع قطاع اللي هاد الطائفه ناقصو فيه مغربة العالم لكن فيه العشرة وبغيت نحسكم وبغيت نتكلم ديال صاحب جلالة وإرادته أنه نتحول إلى بلد استقبال عن طريق سياسة ديال الهجرة متحكم فيها مقدرة ومقننة الآن كما كتعرفوا كاينة المرحلة الثانية وغيكلاريزي مجموعة من المهاجرين غيطرحوا لنا بعض المشاكل بغيناكم تساعدونا فيها باعتبار نتوما في بلد استقرار او بلد مهجر عشتوا هذا التجارب حنا ما يمكنش نحلوا الاشكال القانوني ولا ما نحلوا الاندماج المدرسي لابناء المهاجرين يسوا غات لي شيخ سكولير او غات تو اي سياسه ديال الهجره اذا حنا محتاجين لكم اولا كفعاليات كتجربه كمجتمع مدني للمواكبه هذا تحدي كبير باش نطرح دابا مشاكل معقده للمجتمع المدني جوج لانتيغراسيون بروفيسيونيل ما يمكنش واحد يسولي وضعيته وغدا ما عندوش حقه وباش يساهم في الاقتصاد المغربي ويكون لابالوغا جوج ديال مستقبلنا خاص يكون عنده حقه امتي غادي نديرو شراكه مع التكوين المهني ومع السيد الشيخ باش ندير هذه المواكبه بغيناكم باش تساعدونا نظره جيبتكم وتجارب غنيه ديال الدول اللي انتم مستقرين فيها ثلاثه ما يمكنش يكون عندكم مهاجر تغطيه صحيه كاينه رغبه ديال الحكومه باش نخصصوا جزء مغامير المهاجرين في وضعية قانونية بغينا المجتمع المدني يحسس بالمستويات ديالنا وكل أطر قطاع الصحة بأننا أمام ظاهرة جديدة للاستقرار. أربعة المواكبة القانونية وغنحتاجوكم بالدا وغنحتاجو مكاتب المحاماة اللي خصها تكون مختصة هذا الإجراء القانوني. هذا تحدي كبير. علاش طرحتو هذا المنطقة؟ لأنه يا للأسف عوض يكون تكامل الشراكة مع جيراننا تيخلقوا لنا عرق ميديكي. وما يقع في الحدود المغربية في المستوى الفيكي جزء من العراقيل. حنا الآن هاد الأوبيراسيون بيلوت يمكن نقول لكم من طرف المنظمة الدولية وخصها هي نموذج هو جنين يلاه إلى ما تحكمناش في حدودنا بشكل قوي يمكن هذا المشروع يتعطل لذلك حنا صارمين أي هجرة خصها تكون منتظمة بقنوات دبلوماسية وقانونية أي تقدير خصها يكون فيه اندماج حقيقي لكن غنكون صارمين امام اي هجره غير ممتازه. كنا نتمنى ان نجد في الجهه الاخرى شريك باش يمكن نقصوا هموم الاخرين، لكن للاسف وجدنا غياب الاراده وبالتالي حنا غنستمروا في هذه السياسه ديال الهجره بتوجيهات ملكيه واضحه في الاتجاه في نفس الوقت غنكونوا صارمين ما يمكنش نخطروا ما يمكنش نخليوا حدودنا الى اي انفلات وما يمكنش نتعرضوا لواحد موجة الهجرة اللي ما تكون غير متحكم فيها. هذه بعض الأشياء اللي بغيت نشاركها معكم، لكن ثقوا بي بأنكم أنتم هم غدا رجال ونساء اللي غتخلقوا القيمة المضافة، لكن بينكم كذلك نستفيد منكم في تجاربكم الغنية وأنتم مرضى المهجر عندما الآن دخلنا ومخاطرنا في عمل إنساني كبير نبيل إمكانيات المغرب متواضعة اقتصاديا أننا غنتحولوا إلى بلد استقرار. يعني أنكم وغنقول لكم حنا مستعدين بكل شراكات وغنتظروا كل اقتراحاتكم وكل مشاكلكم مشاكلنا ومشاكلنا كذلك جزء من مشاكلكم لأنه التحدي المشترك هو اللي يمكن نواجهوا به التعقيدات ديال المستقبل. شكرا لكم، شكرا لكم مرة أخرى وهنيئا بهذا Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces messages très forts de votre première intervention, si on peut dire, dans ce nouveau gouvernement.
Merci beaucoup. Je voudrais juste, donc, comme vous avez pu rappeler, donc, l'impulsion qui est donnée au plus haut niveau de l'État, rappelons quand même l'implication totale de Sa Majesté le Roi, du souverain, que ce soit en termes de nouvelles dynamiques au niveau des consulats, au niveau de l'accueil des migrants, au niveau de cette dynamique économique, au niveau de sa présence dans la région. Vous avez rappelé 19 visites, si ce n'est pas plus. Donc merci beaucoup d'avoir rappelé ça, c'est maintien. Vous avez rappelé aussi une idée importante, un petit peu cette évolution de l'état d'esprit qui, avant, on considérait, je m'excuse du terme de manière triviale, les MRE, on les considérait un petit peu comme des vaches à lait. C'est juste le transfert des devises. Maintenant, cet état d'esprit n'est plus ce qu'on peut espérer, c'est qu'on puisse aussi avoir ce transfert de compétences, ce transfert de savoir-faire, ce transfert aussi de connaissances dans ce monde digitalisé, dans ce monde numérisé. Justement, vous avez pu le rappeler, nous n'en sommes plus là. Il faut changer cet état d'esprit, c'est important de le rappeler. Vous avez aussi qui puisse contribuer justement à cette dynamique de développement de la région. Vous avez... Mais pour cela, c'est la tire, vous avez posé une question de fond, c'est comment justement fédérer, comment mobiliser toutes les compétences pour créer cette dynamique, pour faire en sorte que les MRE soient un petit peu des pionniers. C'est vrai, on en parle depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, on est en train de préparer un petit peu le contexte. Mais comment faire qu'ils soient des pionniers? Comment faire un petit peu comme les MRE du Bali, les MRE de l'Inde, de la Chine? Vous savez, l'Inde, c'est tout le monde. À ce formidable sort de nouvelles technologies, que ce soit aussi en Chine, vous avez vu un peu la transformation